السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. السلام عليكم شجام، بخير؟ نتمنى تريم بخير وعلى خير ان شاء الله. رمضان مبارك سعيد، صحيحتكم ان شاء الله باش ما تمنيتو، وربي يحفظنا ويحفظكم من هذا الوباء. واللي مريض الله يشافيه ويعافيه، واللي تقاس حتى هو الله يشافيه ويعافيه، وربي يحفظ المغاربة كلهم في أي بلاصة إن شاء الله، داخل وخارج الوطن. السلام أيتما، أكم يحفظها بي إن شاء الله، زي المرض إن شاء الله، وإنه يركف إن شاء الله رب العالمين. هذه شفاء ربي غاسم كل خير، لا تقنطوا من رحمة الله الرحمن صدر بالعالم الواسعة. رب العالمين، شو عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. بنادم راه الا جات له شي حاجه، شي مصيبه، راه بنادم ينوي فيها الخير، والو حنا كنشوفوها يعني ماشي هي هذيك، حنا خصنا نوي فيها الخير، ورب العالمين غيجعل فيها الخير باذن الله. مش تسرى ما يهمنا بنادم، هذه نوار خاوة، هذه نوار خاوة، هذه نقر خاوة، عما صبر وينقبوا الشر ضعف. احنا يا اخوتي، احنا خارجين دابا في الصباح، واحد الجو زوين، الشمس اليوم غادي تكون حراره باينه عليها، لان يعني السماء صافيه، وعلى الصباح كاين الجو ديال الحراره. الصراحه على الصباح يعني كاين الجو ديال الحراره، هذا هو الصيف، لان البدايه ديال الصيف راه هي هذه. الحمد لله خطر كتجي يعني من الاول ديال الصيف كتجي قاصح، وخطره كيجي شويه مويه. بصرا ما يثما الجو ونبذو قدوة، انت قناراقي حمار حار، تفوت قا سقسق، شي قاري قا سقسق، يعني بزاف الصباح الصراحه، تما الحار خص الصباح ماني عاد يكوزي النهار، يعني وجه الحار الحمسي، ما الحمد لله ولا زبون. واش الحراره تشهد كس ونيس الحسين ما قسمش الجو، يعني واذا يسبوش الحراره تما والو، ويتسمى مثلا دي الجن دي الدم مثلا تير الحراره بزاف، ولكن الحمد لله حسين واذا يسبوش الحراره بزاف، واخا يدير وقت شهر 8 شي تير شهر 8 تما الحراره تجي اغلب يا شهر 8 تجي الحراره تجي. فهمتي كما سمعتوا خوتي، حسين ما راه دائما يعني كيكون الجو ديالها مزيان، يعني ما هو يعني مبسط، وحتى في شهر 8 يعني كيكون الصاد، ماشي ما كيكونش، ولكن ماشي داك الصاد اللي كيكون يعني في بعض المدن الاخرى كيكون فيهم واحد الصاد يعني صعيب، بحال كلهم بحال فاس وبحال مراكش وبحال، يعني ما كيكونش داك الصاد هذاك. والحمد لله بلادنا راه فيها الخير، راه واخا داك الصاد اللي كاين في المدن الاخرى راه فيه الدواء، بزاف الناس ما كيعرفوا هذه القضيه هذه. واش السر ما يثما مين غادي وش ربي ديس نفع والو، ذا ارحموني يتجنى مني راه دوني قديس نفع يمغار. ونتمنى ان شاء الله ربي يسهل علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين ان شاء الله. هاكا نشتي الرخا، هاكا نشتي لكم السير شي حاجة نهارا، لان تفوت نهارا اني غاسا نكيج الدورة غاجي يدا. امشي السرا ما يثما اذن ترقي غاديش فيديو وسعودي اني السيور دي في المغرب، يعني قصاف الحرب بزاف الصراحه، قصاف الحرب تسمى بزاف الصراحه، راه تسمى مري يمس تسمى في مغاري المغربي، تسمى يمس كلشي المغربي، تسمى زي ار زد شي القراص زي البدايه ولا النهايه الصراحه، لانه وني ديجا النفس تسمى سي قصاف الحرب بزاف الصراحه، شي قصير حرب. كما سمعتوا اخوتي كنت داير واحد الفيديو البارح على داك السعودي داك فهد اللي يعني اللي يهضر داك الهضره على المغرب على البنات المغاربه، يعني بقى فينا الحال بزاف على داك الشيء اللي قال الصراحه، يعني راه غير اللي ما فيهش النفس وصافي ما يحس بداك الصراحه، لان اي واحد سولتي يقول لك راه ضرنا بزاف، يعني واحد الضرر اللي ما يمكنش بنادم يتحمل داك الهضره هذه، راه ما كيقول واحد ما تضربوا بالترشه ولا تقول لي شي كلمه اللي غادي تجرحه. وداك الشيء اللي وقع لي انا الصراحه، لان كما سمعتو يعني تجرحت الصراحه، والله العظيم المغاربه
كاملين جرحهم الصراحه. ودرت داك الفيديو معانا، جيت الدار المهم لقيت واحد وانا ما ديتهاش فيه، هو كان وكان في الحقيقه راه دار واحد الفيديو اعتذر للمغاربه، اعتذر وشنو غادي نقول لكم يعني، قال واحد الهضره زعما انا ما قصدتش المغرب، ما قصدت يعني راه المغاربه راه شرفاء وهذا. المهم وزيد وزيد مسرى ما يثمن حتى وما يضعف حتى، كيف كنت نبعا شنو نسوي مانيش سيكيغ فيديو. المهم عطاك شي حاجه تصريح يعني بالنسبه راه اقل يعني اعتذر، يعني اعتذر السيد اللي سعودي اللي وما غزاق فيديو اللي وفي عني اعتذر ان شقام اش وقص الخبول هو المغرب، وقص الخبول يسمى مغاربه المغرب، ويعني بشي شان الناس هو يعني بحال اش مي يتسمى الله اعلم من يكون بصح شان يجني غادي تضغط النار مننا ورنا يعني، لان باين لي اعتذارني شفت تاريخ اش ما كافيش الصراحه، وخا مني من غاف ما غاديش نشوف مني يعتذر يعني شي المغاربه هذه خيش الجمهور بلا متسامحين شنو داخل الجمهور تما يعتذر تما بلا ما يسامحش بلا يسامح حس وسي مسامح تما. المهم كسخ فيديو كسخ فيديو المهم قلنا انت كما سمعت اخوتي من سمع داك اللي اعتذر، والمهم صافي يعني حسيت شويه يعني بشي حاجه يعني شويه مزيانه، وفي التالي حيد داك الفيديو من حيد داك الفيديو. المهم حتى المهم حتى سمعت داك الاعتذار ديالو. المهم واخا هكاك يعني حيد داك سميتو داك الفيديو. المهم في التالي ولكن صراحه نقولوا الصراحه يعني داك الاعتذار انا ما كافينيش، ما نكذبش عليك انا ما كافينيش داك الاعتذار يعني ما كافينيش داك الاعتذار. نقول لكم الحقيقه انا بعدا ما كافينيش، وشنو غادي نديرو دابا يعني هو اعتذر وحنايا مثلا يعني انا كنهضر على نفسي ما كنهضرش على الناس اخرين، لان داك الاعتذار انا بعدا ما كافينيش. المهم انا قررت انا والصديق ديالي ان شاء الله دابا غادي نديرو واحد الفيديو ان شاء الله باش نناقشوا هذا الشيء، هذا نهضروا على هذا الشيء اللي دار يعني هذا الاعتذار ديالو هو. ونتمنى ان شاء الله يعني تشوفوا داك الفيديو مزيان، غادي نديروه من بعد مور هذا يعني الله يرزقكم بغيت بارطاجيو داك الاخر باش يوصل له حتى هو يوصل له على داك على الاعتذار اللي اعتذر، لانه حنايا خدمنا مع الرجال، لان شفنا داك سميتو داك الفيديو ديالو يعني حنايا كما كتسمعوا يعني مغاربة متسامحين، يعني شفنا داك المنظر هذاك يعني داك الفيديو يعني حتى حنا تنازلنا يعني حيد داك الفيديو باش ما يكونوش هذو المغاربة زعما راه يعني درهم كاسح وداك الشيء، حيدنا داك الفيديو. ولكن مع ذلك خصنا نهضروا اللي اعتذر اللي اعتذر، واش داك الشيء يعني صحيح اعتذر يعني كي سميتو بقلبه ولا غير كان ضغطوا عليه الناس ولا خصنا نعرفوا هذا الشيء هذا. وعليه كنقول لكم اخوتي الله يجزيكم بخير يعني خصكم تبارطاجيو داك الفيديو اللي غادي ندير مول هذا مزيان باش يوصل له، باش حنا نشوفوا واش داك الاعتذار واش اعتذر يعني الطريقه اللي بغينا حنايا ولا غير بطريقته هو باش يعني ما يجبدش الصداع لراسو. راه الحقيقه راه داك الشيء اللي قال راه خصو يتحاكم عليه، نقول صراحه خصو يتحاكم عليه، خصو يتحاكم هنا في المغرب. انا اصلا في السعوديه انا الحكم ديالهم ما يعجبنيش، انا نقول صراحه ابشر ما يهمه اللي اعتذر نقي اعتذر مني شويه عجيب شا خليكم من الواقع. ولكن مور ان شاء الله مور فيديو ان شاء الله بارطاجيو الفيديو ان شاء الله يغقخ ان شاء الله باذن الله، بارطاجيو مليح يعني باش الصياوض باش شينا نخزع اللي اعتذرني ما يجي صور الناس ما يضغط الخاصي وهنا 100 وهاني يضغط حد يضغط خاصي شنو جنا 100 والله اعلم من انا هو. ونتمنى ان شاء الله اتبارطاجي الفيديو ني بزاف باش ضياون ونخزع شي نسمع انايا لا
لان جا حق بزاف الصراحه والله الا جا حق بزاف، لان اي مغربي يعني غاسي اذا نون ديس 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 دمي تحت اسد وسما ديس بايمانيه الصراحه. هكا توري ما يتمر فاش شويه غمض هكا معني دي غير دور الخزام شي تجل الهواء هكا معني باش توري المنظر راه غير كان طوطور الحمد لله غير المنظر عجيب هكا باش توري مسريغه غمض شويه نهار راه جدا صافي عربي هاي المغزى صافي عربي المنظر عجيب كلشي نوار كلشي نوار تبارك الله شوف غير المنظر عجيب غير المنظر ما شاء الله الحمد لله سبق وسام ايثما يعني رخاء موجود هاي ان شاء الله دير ايام ان شاء الله كم تستعدوا باش الفيديو هذا مليح بزاف اخوتي كما سمعتوا ان شاء الله في هاد الايامات في هاد الايامات ان شاء الله لما نجي ان شاء الله غادي ندوز لكم شي فيديوهات زوينين يعجبوكم باذن الله المهم غير بقاو معنا ساندونا بابوني الله يجزيكم بخير وحنا راه دائما معكم ها كما كتشوفوا الباديه ديال هاد هاد الجهه يعني واحد المنظر زوين بزاف الصراحه شوفوا على على منظر كيف داير المهم حنا ما غاديش نهبطوا لتحت غادي ندورو غير من هنا شوف الحمد لله شوف شوف على منظر تبارك الله كيف داير واحد المنظر ما شاء الله زهري تما المنظر يتجمرو هكا يا هنا الحمد لله مشتورة كلشي لذيذة أمشى أنا أصلا وسخ مشا سقا كان غير نوف هذا جنيه جنات نسكسا ولكن تواري خطيش نسيد يمكن نسكسا بقاو معنا هاكا ندور السيد ما تواري خديش نسيد يخدم ذا لا على واسع مرة تواري خطا فيما تسكسي غسيني نمشي سكاني ومشي هنا باش نسن بعدا شو غتسن شو غنقول صارخ شي غنسكسارو نفد الطرمة انا خسر معلم شو سكاني ومشي هنا بقى مالك اسكومين نعمش؟ اسكومين اسكومين؟ تيسكومين اخي اسكومين؟ تيسكومين الله يجزيك بخير الله يحفظك بارك الله يعاونك اخويا بارك الله واش السر ما يتنا كان تيسكومين يعني كيما سمعتوا اخوتي هاد البلاصه كنا نركب غنسول عليه عليه هادي عندنا كتعجبني بزاف الصراحه في واحد المنظر زوين سميتها تيسكومين باش تعرفوا اخوتي اتسنى اي ما مشيت نلقى ومش انا كان تيسكومين زعما يجي المنظر عجيب والله الا يجي المنظر عجيب زعما الصراحه اللي ساكنين هنايا يعني واحد واحد الهواء ما كاين داك 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 الصداع ديال السيارات وداك عرفتي والله العظيم الا واحد واحد بنادم يتمنى يسكن في هاد يعني شي بلاصه بحال هادي وتكون قريبه للمدينه يعني مزيانه بزاف يعني ماشي مسافه كبيره للمدينه راه غير يعني واحد المسافه صغيره وصافي شتو راه ما يتما بنادم يتمنى غادي غادي يكون تدا هكا يعني الصراحه انا شي الحمد لله غاخذ الامان وخن النواحيه واجب التنديل غاخذ الامان زعما وخا تجي الطوبيل ديال تخاكش من توالي الطوبيلات غير ما تيجي القد بينات هكا ذات مزيده تبارك الله مشجع مزيده شوف تبارك الله في المنظر عاجل عربي باش تورى ميه ما غزاف غزاف دفع ربي غزاف شوف زاد عربي تبارك الله يعني اجن النشاط هذا ما شاء الله اجن النشاط عجيب كثير من المنظر عجيب واش لقى نسلي سكومين اي تما بعد نسني سم النس واش تسنم
جوج المنظر عجيب والله الا المنظر ما شاء الله الحمد لله. قضية ما يجي المنظر ما شاء الله. الله يجزيكم بخير، دعمونا بالاشتراك في القناة إن شاء الله ودعمونا باللايك، وما تنساش الجرس باش يوصلكم كل جديد، يوصلكم كل جديد إن شاء الله. وحنا هي دائما معاكم، يعني غادي يجيو الفيديوهات زوين إن شاء الله بإذن الله. راه وعدتكم إن شاء الله بإذن الله غيكون يعني فيديوهات زوينين بزاف الصراحة. ربي غير بنادم يعاون وصافي، وخصوصا داك السيد مصطفى مسكين اللي كيكون معايا بغى الدعم منكم الله يجزيكم بخير. عاونوا بالابوني وعاونوا نعم سيدي باللايك وعاونوا وتمشى الجرس باش يكون ديالنا كل جديد ان شاء الله، ونتمنوا من الله الخير ان شاء الله. ربي يحفظنا ويحفظكم ان شاء الله، واشكركم واشكركم مبارك ان شاء الله. رمضان مبارك سعيد والصحة والسلامة باش ما تمنيتو ان شاء الله، ويثم رمضان ان شاء الله مبروك عليكم رمضان بالصحة والسلامة ان شاء الله، وان شاء الله مزيان ما تنويم ان شاء الله كم ديال ربي يرخى ان شاء الله. وختكم شاء شي نقلب دقائق كيدوم لي اشتراكي يعني كيخشاش ليابوني ان شاء الله، لان الشين بدقائق اخي كيدوم، وعاود تخصابوني ان شاء الله ليزكم بخير. واللي ويقنا بوني هذيك زعما العائله سيدي كابوني نعم سيدي هذيك يعاون شي دقائق كيدوم، وباش راكم ديالهم انتو الجديدين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوية هنا المنظر عجيب.